إصابة الممثلة البحرينية شيخة زويد بفيروس كورونا. أصيبت الممثلة البحرينية شيخة زويد بحسب ما أعلنت مواطنتها الفنانة شيماء سف، داعية جمهورها إلى الدعاء لها بسبب ما تعانيه من أعراض شديدة. ونشرت سبت عبر حسابها على انستغرام صورة جمعتها بالفنانة شيخة زويد متمنية لها الشفاء، وكتبت شيماء سبت: حبيبتي وأختي الغالية اللي ما جابتها أمي. الفنانة البحرينية شيخة زويد مصابة بكورونا، وأضافت: الله يشفيكي ويعافيكي ويقومك بالسلامة وتصيرين أحسن وأقوى من الأول. ومتابعين الغاليين لا تنسوها من خالص الدعوات. وبدأت الممثلة زويد 38 عاما العمل في عروض الأزياء سنة 1998، لكنها تحولت إلى التمثيل منذ عام 2007.